السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في لاشين تاعي. اليوم مش راح ندير معكم، راح نديرو طاجين بالكبده. الكبده عندكم اختيار بين انواع الكبد تاع الغنم، بقري، دجاج، كيما بغيتو. عندي هنا انا كميه من كبد الدجاج، غليته في شويه ماء، بعد اللي نظفتها درت شويه ماء فيه خل، حطيتها على النار كي غلات زوج مرات، صفيتها وشللتها بالماء البارد. عندي بصله كبيره رحيتها مع حبه طماطم وزوج فصوص ثوم. عندي زوج مغارف معدنوس، فلفل حار، عندي هنا فلفله حاره قصيتها بهذه الطريقه، اذا بغيتوا تبدلوه بالفلفل الحلو كيف كيف. عندي كميه من الزيتون غليته شويه، نحيت له الكميه الزايده تاع الملح. عندي بيض والتوابل، ملح، فلفل الكحل، كمون، وفلفل الاحمر الحلو. وراح نحتاج شويه زيت، ربع مغارفه كيك زيت. نبدا بالبلاط تاعنا. حطيت مقدار من الزيت يسخن، درت ربع مغارفه زيت، نحط البصله، نحط البصله تاعي تقلى، خليط البصل مع طماطم والثوم يتقلى، ونزيد لهم الكميه تاع المعدنوس. كما تقدروا تديروا الدبشه. يتقلب شويه ونزيد لهم الكميه تاع الفلفل. ونزيد الزيتون، الزيتون ديال تقريبا مغرف كبيرة. بعد يتقلى الفلفل تاعي شويه، نزيد الكميه تاع الكبد. نزيدو لي زيت بيس او التوابل، الملح اختياري على حسب الذوق، الفلفل الاحمر الحلو مغرف كبيره، كمون نص مغرف صغيره، والفلفل الكحل ربع مغرف صغيره. هنا ما تخلطوش بزاف باش ما تفتتوش هذه الكبده، غير بالعقل. نزيد لها شويه ماء، ربع كاس هكاك، نغطيها ونخليها تكمل تقليبها. بعد كي طابت الكبده تقريب بعد 7 دقائق، نوجد بلا اللي راح يدخل الفور وندير فيها. وكي تطلع عليها وكنت تلقايها ناشفه تقدري تزيدي فيها شويه، ما احنا نبغيوها تبقى فيها شويه صوص. دركا نكسروا البيض، كمية تاع البيض على حسب عدد الأشخاص. ديرهم رشة ملح هكا، ونحطهم في الفرن اللي كنت سخنته على درجة حرارة عالية. احنا عندنا كلش طايب، البيض برك لحد طيب،
ونشوفوه بعد يطيب. بعد اللي طاب البيض خرجت البلاط تاعي وخرجت الطاجين تاعي من الفور وراه جاهز للاكل. زينتوه بشوي معدنوس ولا بشوي دبشه كيما تحبوا. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وتاكلوه بالصحه والهنا.